افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معرض فن البحرين عبر الحدود آرت باب في نسخته الثالثة، والمقام تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات اليوم، حيث أشار سموه إلى أن النهضة الشاملة التي تشهدها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نال فيها الجانب الثقافي وتشجيع الفن والإبداع اهتماما كبيرا، كما حظي المبدعون بالتكريم والتحفيز لتبقى مملكة البحرين حاضنة للفن والإبداع ومركزا للإشعاع الثقافي ووجهة سياحية ثقافية وفنية تتواصل إسهاماتها من خلال الانفتاح الذي تتميز به عبر تاريخها في احتضان العديد من الفعاليات التي تستقطب المهتمين من كل أنحاء العالم. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا الصدد بجهود صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى ودعمها لمبادرة معرض فن البحرين عبر الحدود واحتضان المعرض سنويا على أرض المملكة ليكون ملتقا يجتمع فيه هواة الفن من كل مكان لتبادل الخبرات والتجارب ونقل تجربة الفنانين البحرينيين للخارج عبر المعارض التي تنظمها مبادرة آرت بحرين في مختلف العواصم العالمية على مدار العام. وأكد سموه أن الفن رسالة نبيلة ولغة إنسانية استطاع الفنان البحريني أن يضيف إليها بعدا آخر يمثل الهوية والمجتمع البحريني واتصاله الوثيق بمختلف اتجاهات ومدارس الفنون العالمية، منوها سموه بعطاء الفنان البحريني وقدرته على تقديم تاريخ البحرين العريق ومزجه بالحاضر المشرق الذي نعيشه اليوم في أعمال فنية جسدت قيمة عالية وحازت على إعجاب الجميع. ولدى اطلاع سموه على الأعمال الفنية في المعرض أشاد سموه بالجهود المبذولة في تنظيمه الذي يشارك فيه مجموعة منتقاة من دور الفن العالمية والفنانين الوافدين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم في المعرض واحتضان مجموعة من أعمال فناني البحرين إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم ليشكل منصة غنية للترويج للفنون التشكيلية البحرينية. هذا ويستضيف معرض فن البحرين عبر الحدود هذا العام حوالي 35 فنانا بحرينيا لعرض أكثر من 100 عمل فني إلى جانب حوالي 15 دار فن من مختلف دول العالم و13 فنانا مستقلا من 11 دولة، حيث تشارك صالة ألون زكايم للفنون الجميلة من المملكة المتحدة والتي ستعكس أعمالها حوار الحضارات، ودار سمارة للفن من جمهورية الهند التي تقوم بعرض مزيج رائع من الأعمال الفنية الهندية والعالمية، إلى جانب مشاركة خاصة من دار يتسيخ الأوكرانية للفنون، كما يشارك في المعرض صالة برونو ماسا من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدير صالات في نيويورك وباريس وتحتل مكانة مرموقة في طليعة أسواق الفن العالمية الأكثر حيوية، فستعرض أحدث التطورات الثقافية العالمية. ويشمل برنامج معرض فن البحرين عبر الحدود في دورته الحالية سلسلة من المحاضرات التثقيفية الهامة وعروضا موسيقية وورش عمل خاصة بالأطفال. وتعزز مبادرة فن البحرين عبر الحدود مكانة البحرين في الخليج العربي كمركز فني إقليمي، كما تواصل المبادرة إلى جانب المعرض برنامجا لتطوير الفنانين والترويج للفن البحريني في مختلف دول العالم من خلال التركيز على ربط الفن البحريني بمجتمع الفن العالمي من خلال عدة فعاليات كان آخرها في الهند وبريطانيا.
مجال لا يحده حدود ولا أطر، تلتحف فيه كل رسالة ثقافية بمعالم السحر والجمال بأسلوب فني يكنه كل فنان. معرض فن البحرين عبر الحدود آرت باب 2018 جاء ليعرض ما وقعت عليه ملامح الفروهة والبهاء في مجموعة منتقاة من دور الفن العالمية إلى جانب الإرث الفني البحريني من خلال مشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين مع نظرائهم من مختلف دول العالم، ليشكل بذلك منصة غنية للترويج. بلي آرت باب منصة جدا مهمة يعني حق كل الفنانين البحرينيين انهم يعرضون شغلهم هني في البحرين، وبعدين يكون عندهم الفرصة انهم يروحون خارج البحرين ويعرضون شغلهم هناك. وفي نفس الوقت هذه المعرض يجيب جاليريز وفنانين من الخارج الى البحرين، فيعني يكون في تواصل فني بيننا وبين العالم، فهذا الشيء جدا مهم. فرصة يعني جميلة لنا الفنانات اليوم نشارك مع الجاليريز اللي جايين من الخارج. وكأعمال الصج حطيت كل الأعمال اللي فيها اللون الأزرق، يعني هذه اللي حبيت انه يعني أبرز اليوم، إنه يعني كفنانة أحب اللون الأزرق، فحسيت لازم في يكون في شيء يميز أعمالي، لأنه حطيت من كل الأعمال اللي أنا أقدمها، يعني من التصوير الفوتوغرافي للأعمال الأكريليك. لكل لوحة جوانبها الخاصة، ولكل واحدة منها رونق متلألئ أخذت حيزا وافيا من الوقت حتى تسنى للفنان توثيقها بلباقة المعنى ومكنونها الأخاذ. طبعا مشاركتي في المعرض تخص تاريخ البحرين، لأن لوحتي تتحدث عن دلمون، حضارة دلمون، أيام ما كان عندنا معبد في البحرين اسمه معبد سار. فجميع الفيجرز اللي موجودة في اللوحة عبارة عن ما وجد في الأختام الدلمونية. احنا كفنانين يعني محترفين نشتغل في ذي المجال، فنحاول ان اي فرصة تقدم بلدنا فنكون متواجدين فيها. ففي ذي المعرض يعني او في ذي الارت فير حاولت اني انا اقدم بعض الاعمال اللي تعكس تقريبا يعني شيء من البيئة، لو اني انا اشتغل اكثر في التجريد المطلق. هذا المعرض يمثل فرصة للفنان البحريني للتواصل مع المدارس الفنية المختلفة من خلال مشاركة العديد من الفنانين من مختلف دول العالم. ومما لا شك فيه أن المعرض يعطي دافعا قويا لهم لتطوير وبيع أعمالهم وظهورها على المستوى العالمي، بالإضافة إلى رفع اسم مملكة البحرين كحاضنة ومنتجة للإبداع. من آرت باب بحرين الداعم للفنانين البحرينيين، هذا المعرض وضعت له خصائص لاختيار الفنانين التي تجمع بين القوة والأصالة والهوية البحرينية، ليحكي هذا المكان عن الجمال والإبداع للفنون البحرينية التشكيلية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.